نتواجد الآن في شارع الحبيب بورقيبة بقلب العاصمة التونسية، مسيرة جماهيرية عفوية لعدد كبير من التونسيين كما نتابع بهذه الصور من أمام المسرح البلدي في العاصمة تونس. المشاركون يرفعون الأعلام التونسية والفلسطينية، وهناك شعارات وهتافات مؤيدة ومساندة للفلسطينيين في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما تم ارتكابه مؤخرا من مجزرة بحق المدنيين الفلسطينيين العزل في مستشفى المعمداني وسط مدينة غزة، وراح ضحية هذه المجزرة المئات من الشهداء والجرحى. هذا التحرك ليس الأول في العاصمة تونس وربما لن يكون الأخير في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.